السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع الصحيحه كلشي بخير، هانين. كي دوزتوا العيد؟ يا كلشي داز مزيان بخير وعلى خير، واخا ما دوزناش مع العائله الحمد لله والشكر لله. ان شاء الله قريب ربي يفرجها علينا ونتلاقاو مع الحباب ومع العائله ومع الناس اللي كنبغيو. ومرحبا بالناس الجداد والناس القدام معايا في القناه، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، وشكرا لكم بزاف على دوك التعاليق وداك الكلام الزوين اللي كتقولوا في حقي، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. المهم اليوم جيتكم بوصفه جديده اللي طلبوني عليها ثلاثه ديال المتتبعات ديالي، وكتبوا لي في التعاليق وقالوا لي بغينا شي وصفه ديال زياده الوزن، يعني وصفه ديال الغلب. وواحد الاخت كانت كتبت لي شحال هذا تقريبا شي شهرين دابا، انا يلا شفت التعاليق ديالها. هاد الاخت سميتها نجمه، هاد البنت سميتها نجمه، السميه ديالك تبارك الله زوينه وغزاله. المهم اختي كنقولك سمحي لي حيت ما شفتش التعليق ديالك، ماشي ما بغيتش نجاوبك اولا يعني تجاهلتك، انا غير ما شفتوش حتى هبطت كنضرب دويره في الفيديوهات ولقيتك كاتبه ليا. قلتي لي عافاك اختي بغيت شي وصفه ديال الغلب، واحد جوج بنات هما يلا كتبوا لي دابا تقريبا شي سيمانه قالوا لي بغينا شي وصفه ديال الغلب. فهاد الوصفه اللي جبت لكم اليوم واللي غادي نعطيكم هذه مجربها انا، ما مجربه حتى شي واحد اخر، يعني ماشي مجربينها الناس وديرينها الناس بزاف وعارفينها بزاف ديال الناس، ماشي قلت لكم زعما ماشي مجربها شي واحد وجا قالها لي وانا بغيت نعطيها لكم، لا هاد الوصفه انا مجربها انا شخصيا ودايرها وعطاتني نتيجه زوينه وبغيت نعطيها لكم، ونيت فكرتوني فيها وبغيت نعطيها لكم. لحقاش شي صحاباتي كانوا قالوا لي عطينا شي وصفه ديال الغلب ونسيت هاد الوصفه اللي انا كنت كندير، نسيتها وبقيت حتى تفكرتها وبقيت كنقول انا فايتة ديال شي حاجه باش غلاضيت ملي كانت عندي 22 حتى 23 عام، ما بين 22 23 في هذوك العامين 22 23 عام كنت درت واحد الوصفه هي اللي جبت لكم دابا، سهله ورخيصه وزوينه وكنت غلاضيت عليها في الحقيقه وتفورميت عليها لحقاش كنت مرضت واحد المرضه خايبه وكنت ضعفيت بزاف وتزدات ليا الشهيه وما بقيتش كناكل، وهاد الوصفه هي اللي رجعت لي ديك الصحه ديالي ورجعت فورميت ورجعت كما كنت. هاد الوصفه كنت كندير انا وجوج بنات كانوا خدامين معايا، كنا درناها حنا بثلاثه الحمد لله وعطاتنا نتيجه زوينه. المهم ما نطولش عليكم بزاف، هاد الوصفه هي جبتها حدايا وشريتها على قبلكم قسما بالله، شريتها من عند عطار، خرجت البارح وجبتها وشريتها قلت ليهم باش نوريها للبنات. لحقاش انا دابا ما عندي ما ندير بها، راكم عارفين انا كندير الرياضه باش باغا نضعف وكندير ريجيم، يعني ملي كنكونوا باقيين صغار كنبغيو نغلاضوا، وملي كنضعف كنبغيو نغلاضوا، وملي كنكبروا كنغلاضوا كنبغيو نضعفوا، وهذه هي الحياه، يعني اللي غليظ باغي يضعف واللي ضعيف باغي يغلاض. وكيقول لك واحد المثل خير الامور اوسطها، يعني الواحد ما يكونش غليظ بزاف وما يكونش ضعيف بزاف بين وبين. المهم هاد الوصفه هادي كما قلت لكم شي ساعه العطار وجبتها على قبلكم، جبت جوج دراهم ديال البكبوكه، انا نوريها لكم البكبوكه راه معروفه، اي اغلبيه الناس كيعرفوا البكبوكه هانتوما، بالنسبه للبنات اللي ما تيعرفوهاش راه هادي هي البكبوكه، شفتوا كتكون بحال ما هكا بكبوكه، انا جبتها بحال هكا ما مطحوناش، وجبت جوج دراهم مطحونه باش تشوفوها كيفاش كتولي ملي كتطحن، قرب باش يبان مع الضو، شتو كيبانش مزيان، ها انتم ملي كتطحن راه كتولي بحال الدقيق، شتو كتولي بحال الدقيق. المهم كتاخذوها بحال ما هكا تكون ما مطحوناش عاديه، ومن الاحسن طحنوا على يديكم اولا تطحنوها العطار يطحنها قدامكم، تاخذوها من عنده بحال ما هكا مطحوناش وتقولوا العطار يطحنها قدامكم قدام عينيكم باش ما تشكوش فيها تكون مخلطه ولا شي حاجه، ولا كانت عندكم بحال ما هكا المهراس كدقوها في الدار اولا تطحنوها بالطحانه تكون شي طحانه زوينه كطحن مزيان حتى كتولي بحال ما هكا هي بحال الدقيق، هانتوما راه وريت عليكم كتولي بحال الدقيق بحال ما هكا. كيفاش انا كنت كندير ليها وكيفاش كنت كنستعملها، طريقه سهله وما فيها زعما ما فيهاش تمار ولا شي حاجه ورخيصه. هاد المكبوكه تاخذوا منها 5 دراهم ولا 10 دراهم، وكما قلت لكم كطحنوها عند العطار قدام عينيكم ولا كطحنوها في الدار وكديروها في شي قرعه ديال الدجاج وكتبقاو تستعملوها، يعني 10 دراهم راه غتدي لكم 15 يوم، اي 10 دراهم راه تغلظكم تبارك الله وغتفورميكم. طلع لكم الوصفه رخيصه وسهله، ما
ما تحتاجوش تبقاو تخلطوا ولا ديروا شي يعني تحمروا ولا سهله، كطحنوها وكتاخذوا جوج معالق صغار، جوج معالق صغار اولا معلقه كبيره، وكديروها في كاس كبير ديال الحليب يكون شويه دافي، وكتشربوها الصباح ملي كتفيقوا كتشربوها على الريق على الريق، يعني كتكونوا مفاطرين ما حتى شي حاجه، كتشربوا داك كاس كبير مع معلقه كبيره اولا جوج معالق صغار ديال البكبوكه، كتخلطوه مزيان مع داك الحليب صافي، وكتشربوها كتخليها مده ديال نص ساعه، يعني المده ديال 30 دقيقه، وكتفطروا عادي، راه كتبدا نهار على نهار، يوم على يوم، يوم على يوم. المهم البنات، النصيحه اللي غادي نعطيكم، سمحوا لي لحقاش جات حدايا بنتي ومشيت ديتها وعاود رجعت باش نهضر معكم على خاطري، قلت لكم هاد البكبوكه قبل ما تبداو تستعملوها تعبروا، بحال دابا تعبروا اليوم وغدا بداو ديروها، بداو ديروها باش تعرفوا الميزان، هو غادي يوريكم، حيت ربما تكون شي بنت كتكون طويله وملي كتزاد في الوزن ما تيبانش ليها، كتقول لا ما تزاديش في الوزن، راه ما عطاتني لا نتيجه لا والو، راه من خلال الميزان غتعرفي واش تزاديتي ولا ما تزاديتيش. كما قلت لكم تعبروا بحال اليوم وخليو عندكم ديك الوريقه ديال العبار، وبداو تستعملوا هاد الوصفه هادي يوم على يوم، يوم على يوم، راه غدوز سيمانه وغتعاود تمشيو تعبروا وتلقاو راسكم تزاديتوا في الوزن، عاوتاني غدوز عاوتاني سيمانه اخرى هي 15 يوم وغتعاودوا تعبروا وغتلقاو راسكم تزاديتوا في الوزن نيت صافي، كتاخذوا داك الوزن اللي نتوما بغيتو، كتاخذوا داك العبار يعني داك الفورمه اللي نتوما بغيتو صافي، وكتحبسوا، راه ما كترجع عليكم ما حتى شي حاجه، كتبقاو بحال ما هكاك بهذاك الفورمه بهذيك لاطاي، وكتبقى الشهيه مفتوحه، وديك الساعه الا بغيتو مره مرات في السيمانه ديروها ولا جوج مرات في السيمانه، نتوما كيبقى الاختيار ليكم، مهم راه تتبقى شاده في الفورمه واحد المده، ومن الاحسن تبقاو مره مره كما قلت لكم ديروها، يعني ديك الساعه ما كتبقاوش متبعينها يوميا يوميا، غير 15 يوم الاولى ضروري ما ديروها يوميا، يا اما ديروها في كاس ديال الحليب كبير اولا ما كانش كاع الحليب ديروها في كاس ديال دانون، اولا ديرو من الاحسن انا كنت كنديرها مع كاس ديال الحليب سخون يوميا، وبعض المرات الا تقاد لي الحليب يعني بعض المرات قليل الا تقاد لي الحليب راه كنديرها مع كاس ديال دانون، كندير جوج معالقات صغار وكنخلطهم مزيان وكناكلهم، وكدوز واحد نص ساعه عاد كنعاود نفطر. المهم بالنسبه لهاد الوصفه انا قلت لكم الطريقه الاولى اللي كنت كندير، وكنت كندير عاوتاني واحد الطريقه زوينه بزاف، حتى هي كتعطي نتيجه زوينه، كناخذ العجينه ديال البطبط، العجينه العاديه يعني الدقيق مع الملحه، وكندير الخميره وداكشي عادي، وكندير واحد المعلقه ديال البكبوكه معلقه كبيره، مثلا درت الجهد ديال ربعه البطبوطات ولا ثلاثه، كندير معاهم معلقه كبيره ديال البكبوكه مطحونه، كنديرها مع ديك العجينه وكنعجنهم عادي، وكندير داك الحشوه باش غادي نعمر البطبوط، انا كنت كندير البطبوط ديال الشحمه اللي تيكون معاه البصله والفلفله وكيكون معمر. المهم كندير معلقه كبيره مع العجينه، هانتوما عقلوا، ومعلقه كبيره ديال البكبوكه مطحونه، كنديرها مع داك الخليط، كندير الفلفله والبصله والشحمه، ديك الشحمه ديال الكلوه، وتندير معاها من العطريه، وكندير معاها معلقه كبيره ديال البكبوكه صافي، وكنعمر داك البطيبيطات، كنعمرهم بهذيك الحشوه، كنطيبهم كنديرهم في الثلاجه، هادو كنديرهم خاصين بيا انا، كنديرهم في الثلاجه، وكنبقى كل نهار تنجبد وحيده وكنسخنها وكندير بها كسكروت، يا اما كنتعشى بها ولا كندير بها كسكروت ولا، المهم هاد البطبوط ديال الشحمه وديال البصله والفلفله ومعاه البكبوكه راه حتى هو كيعطي واحد النتيجه زوينه، انا اغلبيه كنت كنديرو، واخا كندير مثلا بحال ما كالحليب اولا دانون في الصباح وكندير معاهم بكبوكه وكنشربهم، مره مره كندير هاد البطبوط هذا مع هاد البكبوكه وتناكلهم، في الحقيقه راه تيعطيو نتيجه زوينه، وغديروها ان شاء الله وغتردوا عليا الخبر، وغادي تقولوا لي راه حنا تزادينا في الوزن وتفورمينا وغلادينا وزيانينا، يعني ما خديتهاش من عند شي حد ولا غير قالوا لي عليها ولا سميتو، انا مجرباها وعاطيني نتيجه، وانا غنخلي لكم الصوره دابا اللي كنت كندير هذه الوصفه هذه، كانت عندي 22 حتى 23 عام، غنخلي لكم دابا الصوره تشوفوها ورجع لكم. انتم البنات انا غنوري لكم مزيان باش تشوفوها، هذه هي البكبوكه، انتم كتكون بحال ما هكا
هذه هي البكبوكه اللي تتكون ما مطحوناش، وهذه اللي كتكون مطحونه. انا غادي نهزها باش تشوفوا. راه تمشيو عند العطار وغتقولوا ليه البكبوكه راه معروفه، شوف ملي كتتحرك كتولي بحال الدقيق بحال ما هكا. انا وريتها لكم باش ربما ملي هزيتها تكونوا ما شفتوهاش مزيان ولا شي حاجه. هذه هي التصويره البنات اللي شفتوا معايا دابا، هذه هي التصويره اللي فاش كنت انا كندير هذه الوصفه هذه ديال البكبوكه. انا جبتها لكم مطحونه واللي ما مطحوناش، يعني جبتها لكم من عند العطار غير باش نوريها لكم. اما انا راه ما عندي ما ندير بها دابا، كما كتعرفوا انا دابا كندير رياضه وكندير ريجيم باش نضعف، ودابا مع الحماله دابا ما كاين لا ريجيم لا رياضه لا حتى شي حاجه. احسن ولاد ان شاء الله بخير وعلى خير، وهذيك الساعه الا بقيت زايده في الوزن غادي نحاول ندير ريجيم ولا ندير رياضه، ولكن مع الرضاعه وما عارفين ما كاين لا ريجيم لا حتى شي حاجه. احسن ان شاء الله يدوز كل شيء بخير وعلى خير، عاد نرجع ندير الرياضه الا طولين الله في العمر بطبيعه الحال، وندير الرياضه والريجيم وعاوتاني نضعف شويه. واخا دابا راه زاديت في الوزن، وصفه البنات باش زوينه راه كتغلط حنيكات كيوليو مطيب زين، كتغلط الصدر المنطقه الانثويه يعني كتغلطك كلك، خصوصا الحنيكات والمنطقه الانثويه. هذه عن تجربه يعني انا مجرباها وعطاتني هذه النتيجه، ماشي غير جيت وقلت لكم وصافي. المهم البنات كنتمنى تتبعوها، اي حاجه بغيتوها تعطيكم نتيجه تبعوها السيمانه الاولى والسيمانه الثانيه 15 يوم تعطيكم نتيجه، وغادي تلقاو داكشي اللي بغيتو ان شاء الله. وديك الساعه الا بغيتو تقطعوها راه ما كاين حتى شي مضره، غتبقاو عاديين يعني ما غترجع لكم حتى شي حاجه. ومن بعد غتبقاو ديروها مره في السيمانه جوج مرات في السيمانه، وغتبقى دائما عندكم هذه هي الوصفه ديالكم. فاش ما كتبغيو تزيدوا في الوزن كديروا هذه الوصفه هذه، وهذيك الساعات راه ما كترجعوش كما قلت لكم، يعني ما كترجعوش تضعفوا. واخا كتقطعوها ما كتضعفوا ما والو، كتبقاو نتوما هما نتوما، يعني كتبقاو شادين الفورمه وكل شيء، كتفتح لكم الشهيه كتولي تاكلوا مزيان. انا كما شفتوا دابا راه ما عنديش الحنيكات لحقاش، ما عنديش الدريسات محيده تقريبا نص ديال دراسي محيده، حيت الدريسات والسنان والدراس راه هما اللي تعمروا الوجه وكيخليهم طيب بزاف من فوق، خصوصا مع انايا وجهي كما شفتوا مثلت ديال بحال الفرماجه كما كنقولوا طويل، ما عنديش الحنيكات ولكن ما عنديش مشكل، هكا عاجبني وراضيه به وكلشي بخير وعلى خير. لحقاش انا ملي كنغلط الصراحه كيتقاد ليا وجهي وكلشي، ولكن الفورمه ديالي ما كتعجبنيش، فهداك الشيء علاش انا كنحمق على الضعف، كنبغي دائما نكون ضعيفه ونكون الفورمه ديالي تكون رشيقه وتكون زوينه. هو في الحق ملي كنت صغيره كما قلت لكم كنت مرضت وكنت ضعافيت بزاف، هي فاش درت هذه الوصفه هذه. هو هذا البنات، ما سخيتش بكم وما سخيتش بالهضره، نهضر معكم خليتكم على خير، تلقاو الخير ان شاء الله. ونتمنى هذا الفيديو يستافدوا منه عدد كبير ديال الناس، خليتكم على خير، تهلاو في راسكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ونتلاقاو. سلام عليكم.